افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهلا مدارس والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر. وعلى هامش افتتاح المعرض أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم. في إطار الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا مدارس لتقديم خدماته للمواطنين على مدار 9 أيام، ويأتي تحت شعار افرح وفرح ولادك. أهم شيء الحقيقة أنا ملاحظه وده الأهم واللي احنا بنشجعه كدولة هو أن كل سنة المكون المحلي والتصنيع المحلي بتزداد نسبته، وده أهم شيء، وهو ده الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية اللي موجهنا بيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعة المحلية. ويمكن كان دايما في زياراتي يمكن السنة اللي فاتت بعض المصانع كان ليا ملاحظات على الجودة أو جودة المنتج. الحقيقة السنة دي لقيت طبعا في طفرة حقيقية في مستوى المنتج اللي طالع، وده بيؤكد ان احنا كل ما بنعتمد على نفسنا اكتر وكل ما بيبقى في تركيز على الجودة بتاعت المنتج بيطلع فعلا الانتاج يضارع المنتجات العالمية. 200 عارض يشاركون في المعرض هذا العام بمنتجات متنوعة من أدوات للكتابة والرسم كالأقلام والألوان والكراسات والمقالم والشنط المدرسية لمختلف الأعمار، هذا بالإضافة للملابس والأحذية. وتشارك بقوة منتجات مصرية تحمل شارات بكل فخر صنع في مصر، بالإضافة لمشاركة ذوي الهمم بمنتجاتهم في المعرض. العيدة على المواطن في الأول إنه احنا بنعمل خصم جامد، يعني أكتر من 30% و40% وحاجات بتوصل ل50% كمان. دي طبعا للمواطن حاجة كويسة، وبرضو بالنسبة لي برضو فيها مكسب برضو، بس مش المكسب اللي كتير، بس برضو عشان خاطر الزباين كله يشتري. احنا بنشتغل في الأدوات الكتابية، الكشكول والكراس والقلم الجاف والقلم الرصاص، كل ما يلتزم الطالب في المدرسة يعني. ده المعرض العاشر أو الـ12 اللي هي فيه. الحمد لله هنا الغرفة والوزارة بتوفر المكان، واحنا طبعا بنقوم بدورنا بان احنا بنخفض الاسعار. اولادنا مش بياخدوها مجرد مصدر رزق ابدا، بياخدوها ان هم ليهم دور. يعني كريم كان بيجيب ادوات بسيطة جدا بيعمل بيها، بيعمل اعادة تدوير لاي حاجة في البيت. دلوقتي بقى يتحرى انه يعمل جودة عالية، يعمل حاجات تعجب الناس، اتطور فكره، اتطور. ده الدمج اللي انا شايفاه اهم حاجة لولادنا. عمر بيصنع شمع معطر وشوية اكسسوارات كده، هو اتعلمهم، ويعني على اساس ان هو يقضي وقت فراغه وبنخش فيها معارض كتيرة وكده. ويهدف معرض أهلا مدارس إلى تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسرة المصرية من خلال الأسعار التنافسية وتخفيضات تبدأ من 30% ووصولا ل50%، ويعد فرصة لدفع التجارة المحلية وتشجيع المكون المحلي وجودته. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.